دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة الوفاء لجرحى المسيرات والخروج من جميع قرى ومدن مخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق القطاع. وشددت الهيئة في بيان لها على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها، مطالبة المشاركين برفع صور الشهداء تخليدا للذكرى.